أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا بقي شيء من أثر الطعام في الفم هل يضر في صحة الصلاة إذا ابتلع هذا الأثر من غير إرادته؟ إذا كان من غير إرادته فإنه لا يضر، أما إذا كان يبتلع هذا متعمدا فهذا لا يتناسب مع الصلاة، يلفظه ولا يبتلع، لكن لا يبطل الصلاة، لو تعمد بلعه ما أبطل الصلاة، لكن الأولى أن يلفظه. نعم.